التقى الفريق اول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي قائد القياده المركزيه الامريكيه والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الاقليميه والدوليه الراهنه وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحه لكلا البلدين التقى الفريق اول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول مايكل كوريلا قائد القياده المركزيه الامريكيه والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الاقليميه والدوليه الراهنه وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحه لكلا البلدين واعرب القائد العام للقوات المسلحه عن اعتزازه بالعلاقات الممتده التي تربط بين القوات المسلحه لكلا البلدين وقدم قائد القياده المركزيه الامريكيه التهنئه للفريق اول عبد المجيد صقر متمنيا التوفيق في مهام منصبه الجديد مشيرا الى تطلعه لمزيد من التعاون العسكري خلال المرحله القادمه ومشيدا بالدور المحوري الذي تقوم به الدوله المصريه في تحقيق الامن والاستقرار والتوازن بالمنطقه كما التقى الفريق احمد خليفه رئيس اركان حرب القوات المسلحه الفريق اول مايكل كوريلا قائد القياده المركزيه الامريكيه والذي قدم التهنئه في بدايه اللقاء على تولي مهام المنصب الجديد وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحه لكلا البلدين في كافه المجالات حضر اللقاء عدد من قاده القوات المسلحه والسفيره الامريكيه وملحق الدفاع الامريكي بالقاهره